في واحدة من أجمل الفعاليات لإطلاق الإصدار الجديد من آيفون 14، أقامت شركة بتلكو فعالية نوعية بحلبة البحرين الدولية للسيارات. وقدمت شركة بتلكو هاتف آيفون الجديد لأول شخص في البحرين عن طريق الطائرة المسيرة في حدث أبهر الجميع. سعادة الشيخ بدر بن راشد الخليفة نرحب فيك في قناة الأيام. اليوم الحفل النوعي لإطلاق آيفون 14، حفل جميل، حفل رائع في حلبة البحرين الدولية. طبعا اليوم احنا سعيدين بتواجدكم معانا وتواجد ما شاء الله الزبائن. طبعا احنا خلال السنوات اللي راحت حرصنا ان فعالية إطلاق الآيفون تكون مميزة وشوي نتميز فيها عن غيرنا، وبحيث ان هي دائما تقع يعني في وقت الويكند الخميس. فاحنا الفكرة ان ما تكون هي بس عملية تسليم هاتف او اطلاق هاتف، تكون فعالية خلينا نقول عائلية، نكرم فيها زبائننا، يجون نتكلم معاهم، نتفاعل معاهم ويستمتعون وكانها طلعة ويكند. فمثل ما تشوف يعني في اجواء ممتعة، والناس ندعوهم مو ببروحهم، يعني نفتح المجال يبون عوائلهم معاهم. فتشوف في اطفال يمكن مختلف الاعمار، أزواج مع زوجاتهم. فصراحة يعني أجواء جميلة، وإحنا يعني نبي نتميز في ذي الفعالية، وزبائن يستحقون. واليوم إن شاء الله تسليم أول هاتف راح يكون بطريقة يمكن استعراضية استثنائية، لازم نقول عندنا بعد كذا واحد صار عليهم السحبة، حين قاعدين يستمتعون خلينا نقول بتجربة الحلبة في سيارة سباق. فنشغلهم مختلف الفعاليات لما وقت الإطلاق اللي هو الساعة 12 منتصف الليل، تسليم أول هاتف، وراح تشوفون شلون إن شاء الله يتم تسليمه. نعم سعادة الشيخ، أنا شخصيا يعني وجودي اليوم في هذه الحفلة بصراحة شيء رائع. أنا أشوف الناس مستانسة، أشوف هذه الأجواء الحلوة، يعني أكثر من فعالية في المكان الكل مستمتع فيها، الأجواء جدا جميلة. وطبعا آيفون أو الأبل، شركة أبل، يعني إطلاق مميز للآيفون. نعم الله سلمك. إحنا نلاحظ أن الناس يعني خلينا نقول الآيفون لا شريحة عودة من الزبائن يعني تتبع الآيفون وآخر ما ينزل وما شابه. فقلنا ليش ما يعني نخلق جو من الاستمتاع ومن الفرح والتواصل أيضا. إحنا فرصة لنا إحنا بعد نتواصل مع الزبائن، فإذا تشوف يعني طاقم كبير من الإدارة التنفيذية اللي موجودة وتواصل مباشرة مع الزبائن، ونسمع من الزبائن أيضا اقتراحاتهم وأفكارهم. فالحمد لله يعني إحنا سعيدين بوجودنا في ذي المكان، وسعيدين بوجود الزبائن ويانا.